بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 105. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب الإجارة: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد سبق أنه اشترطوا لصحة الإجارة القدرة على التسليم بأن يكون المؤجر قادرا على تسليم ما استؤجر منه من عين أو منفعة، فإذا كانت الإجارة على عين كتأجير الجمل أو تأجير السيارة لحمل شيء أو للركوب، فعلى المؤجر كل ما يلزم من تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة. هذا معنى قوله وعلى المؤجر، أي يجب عليه أو يطالب بكل ما يتمكن به من النفع، لأن الإجارة هي على المنافع كما سبق. كل ما يتمكن به من النفع، أي من استيفاء النفع، كزمام الجمل وهو الحبل الذي يكون الذي يقاد به في عنقه، هذا يكون على المؤجر، وكذلك الرحل وهو القتب الذي يحمل عليه، وحزامه أي حزام القتب والرحل، والشد عليه بأن يشد على البعير الرحل بالحبال ويهيئه للحمل عليه، وكذلك شد الأحمال التي تحمل على البعير، يكون تحميلها وشدها على البعير أو على السيارة من المؤجر، وكذلك شد المحامل إذا كان الحمل يكون في محامل كالطعام والأشياء التي تحتاج إلى أن توضع في محامل على البعير، فإن على المؤجر أن يضع المحامل على البعير وأن يشدها لأجل أن يضع المستأجر فيها ما يريد حمله، وكذلك رفع البضائع، يعني شحنها إذا كانت في سيارة أو حملها إذا كانت على دابة، والحط يعني تنزيل الحمل، كل هذا يكون على المؤجر، لأن هذا مما يتمكن به من استيفاء المنفعة. وكذلك على المؤجر لزوم البعير، أي حفظ البعير في الطريق، إذا وقف المستأجر لقضاء حاجة أو لصلاة
أو لراحة، فإن حفظ البعير يكون على المؤجر إذا كان يسير معه. نعم. فإن لم يكن؟ نعم، فإذا سلم، إذا سلمه العين، إذا سلم المستأجر الدابة أو السيارة للمستأجر، فإن هذه الأمور تكون على المستأجر لأنه سمح عن المؤجر في مزاولتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومفاتيح الدار كذلك، ومفاتيح الدار وعمارتها كذلك يلزم المؤجر أن يسلم المستأجر مفاتيح الدار التي استأجرها منه، أو مفاتيح الدكان أو المحل التجاري، لأنه لا يتمكن من دخول المحل واستعماله ووضع الأمتعة فيه إلا بالمفاتيح. وكذلك عمارة المحل إذا احتاج إلى إصلاح ميزاب أو انهدم شيء منه أو سقط شيء منه، فإن إصلاحه على المؤجر لأجل أن يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة، وهذا لا يمكن إلا إذا تمت العمارة والتهيئة على المطلوب. نعم. قال: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. أما ما يلزم المستأجر عند نهاية المدة فهو تفريغ المحل، تفريغ المحل من أمتعته إذا كان قد وضع فيه أمتعة، وكذلك إزالة ما المخلفات، إزالة المخلفات التي حصلت من أثناء استعماله كتفريغ البالوعة التي تجمع الفضلات، وتفريغ الكنيف وهو محل قضاء الحاجة، لأن هذه أشياء حصلت منه فيلزمه تفريغ المحل منها وتنظيف المحل. هذا إذا تسلم المحل فارغا من هذه الأشياء. أما إذا تسلم المحل وهذه الأشياء فيه، البالوعة فيها ماء والكنيف فيه فضلات وغير ذلك، إذا كانت قبل أن يأتي المستأجر، سواء كانت من صاحب الملك أو من غيره، فإن هذا ليس على المستأجر إخلاء المحل منه، وإنما هو على صاحب المحل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم، لأن العقود منها ما هو لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، ومنها ما هو جائز يجوز لأحد الطرفين فسخه ولو لم يرضى الآخر. الإجارة من النوع الأول من العقد اللازم، فإذا تمت شروط العقد فإنه يلزم وينعقد، ولا يجوز لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر. هذا هو العقد اللازم. نعم. قال: فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا أجره شيئا كالدار والمحل، محل البيع والشراء، أو الدابة ليحمل عليها، ومنع تسليمه كل المدة، فإنه لا أجرة له، لأنه حال بين المستأجر وبين استيفاء المنفعة. أو بعض المدة فإنه لا شيء له في الوقت الذي منع المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، فيخصم عليه ما منع المؤجر من استعمال المؤجر من بقية المدة، لأن الأجرة في مقابل المنفعة، فإذا لم تستوفى المنفعة بسبب من قبل المؤجر
فإنه ليس له شيء من الأجرة. نعم، ثابكم الله. قال: وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه. وإن بدأ الآخر اللي هو المستأجر فلم يستعمل المؤجر كل المدة، رغم أن المؤجر قد هيأه له ولم يمنعه، أو أنه استعمل المؤجر بعض المدة وتركه في بقيتها، فإنه تلزمه الأجرة، تلزمه الأجرة، لأن المؤجر قد سلمه العين المؤجرة ومكنه من استيفاء المنفعة، لكنه هو الذي لم يستعمل المؤجر كل المدة وبعضها، فهو الذي فوت هذا على نفسه، فتكون الأجرة للمؤجر كاملة ولو لم يستعمله المستأجر، إذا كان ذلك بتفريط منه هو أو إهمال منه هو. نعم. قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع. تنفسخ الأجرة، تنفسخ العقد، ينفسخ عقد الأجرة بشيئين: الشيء الأول تلف العين المؤجرة، والشيء الثاني تلف المستأجر الذي استؤجرت العين من أجله. أما تلف العين المؤجرة، كما لو انهدمت الدار التي استأجرها، أو المزرعة، الأرض التي استأجرها للزراعة فسدت بالماء وغرقت وصارت لا تصلح للزراعة، فإنه حينئذ تنفسخ الأجرة لفوات المقصود من غير سبب من المستأجر أو من المؤجر. الشيء الثاني تنفسخ الأجرة بتعذر استيفاء المنفعة، تنفسخ الأجرة بتعذر استيفاء المنفعة، كما لو مات المرتضع، لو استأجرت امرأة لإرضاع طفل ومات هذا الطفل، فإنها تنفسخ الأجرة لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، لأن غير هذا الطفل لا يقوم مقامه. وكذلك موت الراكب، إذا استأجر دابة أو سيارة لركوب وتلف الراكب، فهذا فيه تفصيل: إن كان الراكب خلف ورثة فإنهم يقومون مقامه في استيفاء المنفعة ويرثون المنفعة التي استحقها مورثهم، فيستغلون المؤجر إلى تمام المدة ويخلفون مورثهم فيها. أو كان المستأجر قبل أن يموت أوصى ببقية مدته لأحد، استخلف أحدا وأوصى بها لأحد، فكذلك ينوب عنه من استخلفه لاستنفاد المنفعة. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم. وكذلك من صور تعذر استيفاء المنفعة، لو استأجر طبيبا لقلع ضرس، ولكن الضرس بريء وصار لا يحتاج إلى خلع، فحينئذ فات المنفعة المقصودة من الاستئجار فتنفسخ. وكذلك إذا استأجره لعلاج جرح أو ضرس وبري، صار لا يحتاج إلى قلع، فإنه حينئذ قد فات ما أريد بالأجرة وهو قلع الضرس، لأنه بريء، فلا أجرة للطرف الثاني، لأن المنفعة التي استأجر من أجلها تعذر حصولها بانقلاع الضرس أو ببرئه. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. لا
لا تنفسخ الإجارة إذا مات أحد المتعاقدين كالمؤجر أو المستأجر، لأن له من يخلفه، فإذا مات المؤجر لم تنفسخ الإجرة، بل يستمر المستأجر في استنفاد مدته حتى تنتهي. وكذلك العكس، لو مات المستأجر قبل نفاد المدة فإن خلفه يستنفدها، لأن المنفعة تورث كما يورث المال. نعم. ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، كما لو استأجر دابة أو سيارة ليحج عليها ولكنها ضاعت نفقته ولم يستطع الحج، فإن الأجرة لا تنفسخ، لأن ضياع النفقة هذا ليس داخلا في العقد، فضياع النفقة ليس بسبب عقد الإجارة أو بسبب المؤجر، فعليه الأجرة ولو ضاعت نفقته. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. هذا كما سبق أنه تنفسخ الأجرة إذا تعذر استيفاء المنفعة، كما لو اكترى دارا فانهدمت، حينئذ لا يمكن الانتفاع بها الذي استأجرت من أجله فتنفسخ الأجرة. أو استأجر أرضا ليزرعها فانقطع الماء الذي تزرع به، ومعلوم أن الزرع لا يمكن إلا بالماء، فحينئذ تعذر الانتفاع الذي استأجرت الأرض من أجله فينفسخ العقد إزالة للضرر عن الطرف الآخر. أو غرقت بالسيول أو المياه حتى أصبحت لا تصلح للزراعة فاتت المنفعة، حينئذ تنفسخ الأجرة لدفع الضرر عن الطرف الثاني، سواء كان هذا حصل من أول المدة أو في أثنائها. فإن حصل من أول المدة انفسخت الإجارة من الأول، وإن حصل في أثناء المدة انفسخت فيما بقي. نعم. قال: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إذا وجد المستأجر العين التي استأجرها معيبة، أي فيها عيب يمنع كمال الانتفاع بها، كأن تكون الدابة التي استأجرها للحمل أو للركوب مريضة، أو حدث بها عيب، يعني استأجرها وهي سليمة ثم حدث بها العيب الذي يمنع الاستعمال أو ينقصه، فحينئذ للمستأجر الفسخ دفعا للضرر عنه. وإن كان استعمل العين قبل ذلك، قبل أن يعلم بالعيب أو قبل حدوث العيب، فإن عليه أجرة ما مضى، لأنه استوفى منفعته فعليه ما يقابله من الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الإجارة كما تقدم تنقسم إلى قسمين: إجارة على عين كتأجير الدابة والسيارة والعبد لعمل معلوم أو نفع معلوم، وهذا سبق وانتهى. النوع الثاني إجارة على عمل، على عمل في الذمة، إجارة على عمل في الذمة، كأن يستأجر شخصا ليعمل له عملا ويقوم له بعمل كبناء دار أو حرث مزرعة أو غير ذلك من الأعمال التي استأجره من أجلها. وهذا على نوعين: أجير خاص، وهو الذي قدرت إجارته بالمدة كشهر أو يوم أو أسبوع، قدرت أجرته بالمدة لا بمقدار العمل، وإنما بالمدة، أن تعمل عندي شهرا أو سنة أو أسبوعا
هذا يسمى أجير خاص، أجير خاص بالمؤجر، فلا يؤجر نفسه لغير ذلك الذي عقد معه، لأن مدته مستحقة للمؤجر، فلا يدخل فيها عقدا آخر، ولا يتقبل أعمالا أخرى، لأن كل عمله مستحق في هذه المدة لهذا المستأجر. هذا هو الأجير الخاص. هذا إذا تلف بيده شيء لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. لو كان مثلا يسوق السيارة فالسيارة انصدمت أو حصل بها خلل، فإنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدى، لأن كان يستعملها الاستعمال المأذون به والموافق للعرف، فإنه لا يضمن لأنه نائب عن المالك في هذا، وقد ائتمنه المالك على هذا العمل، فلا يضمن لأنه لم يحصل منه تعدي. نعم. قال ولا حجة، هذا معنى قوله ولا يضمن أجير خاص، خاص يعني غير مشترك، وهو الذي استأجره مدة معينة لعمل يعمله، ما جنت يده أي ما حصل من الخطأ، ما حصل من التلف، ما حصل من التلف أو تعيب العين، وهذا ناتج عن خطأ لا عن تعمد. أما إذا كان ناتجا عن تعمد أو عن تفريط أو عن إهمال أو أنه لا يحسن العمل، فإنه يضمن ما جنت يده، لأنه قد تعدى وأساء الاستعمال. نعم. قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. هذه قضية ضمان الطبيب ومن في حكمه كالحجام والبيطار. الطبيب معروف وهو الذي يعالج الأمراض من بني آدم، والحجام كذلك هو الذي يسحب الدم من الإنسان في أوقات معروفة، والحجامة نوع من العلاج ونوع من الطب النبوي، والبيطار هو الذي يعالج الحيوانات. فهؤلاء إذا زاولوا هذا العمل بالأجرة وحصل تلف بسبب العلاج فإنهم لا يضمنون، لأنهم مأذون لهم بذلك وهم أهل خبرة بهذين الشرطين: أن يكون مأذونا له بذلك بموجب عقد الإجارة، وأن يكون أيضا حاذقا معروفا بالحذق، يعني عند الشهادة من أهل الخبرة أنه يتقن هذا العمل، فهذا لا يضمن لأن عمله مأذون له به، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. أما إذا لم يعرف حذقهم، إذا لم يعرف حذق الحجام وإنما هو متعالم وغر الناس وظنوا أنه متقن وأنه حاذق، أو الطبيب ليس عنده حذق وغر الناس وهو ليس معه شهادة من الأطباء ومن المعلمين، أو البيطار كذلك وجنى على المعالج بأن أتلف شيئا منه أو أتلف نفسه، فإن عليه الضمان لأن عمله غير مأذون به. فالذي لا يحذق المهنة لا يؤذن له بالعمل، فإذا تلف شيء من جراء عمله فإنه يضمنه لأن ما ترتب على غير المأذون مضمون. فهو مضمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا راع لم يتعدى. ولا ضمان على راع، لأن الراعي أجير، الذي يرعى، الراعي المراد به الذي يرعى المواشي في الفلات وهو مؤتمن، فإذا تلف شيء من المواشي
فإنه لا يضمنه إلا إذا تعدى، يعني كان موت أو تلف هذه الدابة أو الدواب بسبب تفريطه، إما لتغيبه عن الرعية، أو أنه ذهب بالماشية إلى مكان بعيد لا تتحمله فتلفت، أو أنه تغيب عنها واعتدى عليها الذئاب أو السراق، فهذا تقصير في الحفظ، تقصير في الرعاية، فإنه يضمن. أما إذا كان لم يتعدى ولم يحصل منه تفريط فإنه لا ضمان عليه لأنه مؤتمن. نعم. ويضمن المشترك ما تلف بفعله. تقدم لنا أن الأجير على قسمين، أجير خاص وهذا لا يضمن ما جنت يده إذا لم يفرط، وأجير مشترك. الأجير المشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الناس وأجرته مستحقة بالعمل لا بالمدة، فهذا يضمن ما تلف بفعله، لأن عمله يخالف عمل الأجير الخاص الذي سبق، فيضمن ما تلف نتيجة فعله كتخريق الثوب أو غلطه في تفصيله، لأن عمله مضمون عليه فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل، فإذا لم يتم العمل أو لم يتحقق العمل لم تتحقق الأجرة لأنها بديل عن العمل، وإذا لم يتحقق العمل لم يستحق البدل وهو الأجرة. نعم. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة. أما ما تلف بغير فعله، ما تلف بغير فعله عند الأجير المشترك، كما لو تلف من حرزه، هو وضعه في مكان محرز ومكان محفوظ لكن تلف، هو لم يفرط فلا يضمن لأنه لم يفرط، لأنه وضع الشيء في الحرز وفي مكان الحفظ ولكن قدر أنه سرق من الحرز فهو لا يضمن لأنه لم يفرط. أو تلف بغير فعله، جاء أحد من الناس وأتلف هذا الثوب أو أتلف هذا الإناء الذي جعل عنده ليعمل فيه، فهو غير مضمون عليه بل يكون الضمان على الجاني، لكن لا أجرة له، لا أجرة له لأنه لم يؤدي العمل المطلوب منه فلم يستحق الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.